السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب نكون كلنا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل ان شاء الله صينية بسيسة، وهنعمل معاه صينية شوكولاتة، صينية كيكة بالشوكولاتة ان شاء الله. هنا بس مش هعمل اي حاجة ولا احط مقادير ولا وصفة، هنا بس مجرد بس ان انا هقطعها اوريها لكم. احنا مجهزين الشاي اهو، مجرد ان انا هقطعها بس وهجهزها على ما الفيديو ان شاء الله ينزل. اسهل حاجه في الدنيا وتتعمل، في ما فيش ربع ساعه ان شاء الله والصينيتين يكونوا جاهزين، ويبقى الف هنا وشفا. لو عجبكم شكلها دوس اعجاب ودوس اشتراك، وان شاء الله اجهز لكم الفيديو.